وصلنا لمحطتنا الأخيرة. أكيد مسك الختام مع الشباب سلمى وفئة الشباب اللي تعد من أكثر الفئات طبعا أنه هي فاعلة بمجتمعاتنا، قوة حيوية، وما بتقتصر طبعا طاقات الشباب السوري على مجال محدد، إنما فينا نستثمرها بمجالات معينة. لكن كيف فينا نستثمر موضوع الشباب والعمل؟ رح نحكي أكثر مع ريم المسوتي، مدربة موارد بشرية وتنمية بشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. صباحك. يعني بالبداية خلينا ندخل لموضوعنا، يمكن من المقولة المشهورة والمعروفة الشخص المناسب بالمكان المناسب، دائما هذا هاجز عند الناس وحتى عند الشباب أنه يكونوا متواجدين بمكانهم الصحيح اللي هنا لازم يكونوا متواجدين فيه. كيف فينا نطبق هذا المفهوم اليوم؟ هلا كيف فينا نطبق؟ شوي صعبة كتير. يعني هلا عم نشتغل على الموضوع نحن كمدربين موارد بشرية لنقدر نوصل لهي المقولة، لأنه فعلا كتير بتحقق نجاح أكتر لهذا الشيء. تخيلي أنت شخص عم يدرس جامعة باختصاص معين ومحطوط بمكان تاني أصلا لا درسه ولا أساسا هذا اللي عم نشوفه. هذا الواقع بالأخير، يعني إذا بدنا نحكي بصراحة هذا الواقع. نحن مثلا عم نلاقي خريجين الحقوق بالإعلام، وعم نلاقي الإعلاميين بالمكاتب الإدارية والاقتصاديين شيء إداري، والمحاسبين هنن على برامج، أي حدا ممكن يعمل برنامج محاسبة عم يشتغل بدال المحاسب. كتير عم يصير عنا خلط بهيدي المواضيع، كتير عم يصير عنا مشاكل حرام. يعني عم بيصير عنا الشباب عم يصير عندهم شوي كآبة من مرحلة البكالوريا لا مرحلة العمل، يعني هي مرحلة الجامعة اللي هي أصلاً عم تتحدد، يعني الفئة اللي بدهم يدرسوا فيها بالجامعة من علاماتهم مو من رغبتهم. هي أول مشكلة اللي احنا عم نواجهها كشباب، إنه احنا علاماتنا قدمتنا هذا الفرق بس لحنا مو هي رغبتنا، ودائما لحنا اذا الشيء ما بتحبيه ما رح تقبضي فيه. هي اول مشكله. المشكله الثانيه، اوكي فتنا على الجامعه ودرسناها واخذنا الاختصاص اللي طلع لنا ابدعنا فيه ونجحنا، لو هو مو رغبتنا نزل على سوق العمل ما عم نلاقي الفرصه اللي هي بشهادتنا، عم نلاقي فرص اقل من الشهاده اللي احنا اخذينها. المشكله الثالثه اللي هي اصلا الخبره اللي عم تنطلب من الشركات او من سوق العمل اللي عم يوصل له. طب من وين الخبرة بدها تجيني إذا أنا خريج جامعة؟ يعني هي المشاكل اللي إحنا كشباب عم نواجهها بين الشباب والعمل. عم بحكي في عدة مشاكل للشباب بس عم بحكي باختصاص العمل للشباب. فمشكلتنا عم تبلش من البكالوريا الاختصاص، وبعدين إنه إحنا ما عم نحط الشخص بشهادته، وثالث شيء لما عم نطلب الخبرة من هذا الشخص. نحب نتوسع ولا نتوسع؟ لا أكيد رح نتوسع فيها ريم، وخاصة مثل ما قلتي يعني دائما الدراسة الأكاديمية ما عم تتوظف صح بالمكان العملي. لكن كمان في حالات شاذة، خلينا نقول حتى ما نظلم الكل، في أحيانا الناس غير دراسة لمجال عملهم عم يبدعوا فيه، فهي بترجع يمكن كمان القصة لهي الحب والخبرة والشغف بهذا المجال. لكن خلينا نحكي على هم شباب هلأ حاليا. أنا عم بدرس جامعة رح خلص، وين مستقبلي؟ وين فرص العمل؟ كيف فيني ما ضيع؟ كيف فيني قوم أهدافي وأقدم يعني مرة وثنتين ثلاثة على الشيء اللي أنا بحبه؟ يعني خلينا نحكي عن هاي القصة حتى لما فعلا لما نخلص جامعة ما نضيع بأكد نحن شو بدنا، شو فينا نبدع فيه، شو قدراتنا. فكيف فيكي أنت مثلا تنصح الشباب لما يوصلوا لهي المرحلة؟ هلا نحن بما انه عم نحكي بوضوح، عندنا مشكله اصلا بالمناهج الجامعيه اللي هي شيء نظري بحت ما في عملي. عم ينتقل الشخص من المرحله الاكاديميه للمجتمع عم يلاقي شيء عملي، واصلا المناهج قديمه، فحتى اذا بده يقارن او يسقط الشيء اللي درسه على الواقع عم يلاقي فيه اختلاف كثير، خاصه باختصاصات معينه بالقوانين وبالمحاسبه مثلا وبالحقوق والاعلام. اكيد انتم بتعرفوا هذا الموضوع. فنحن يعني كشخص فات على الاكاديميه انا بتمنى من الشباب انه ما ينطروا ليخلصوا جامعه ليبلشوا يدوروا مثلا على شغل او يتبعوا كورس، لانه اصلا بس يخلصوا جامعه ويروحوا ليقدموا بالشركات الخاصه. طبعا دوائر الدوله صارت ما بدنا نقول حلم، بس انه كثير صعبه، بيكونوا طالبين 5 أو 10 اشخاص بيكون متقدم ل 1000 شخص، فالفرص عم تكون قليله والمنافسه كثير كبيره. بدنا نتجه للقطاع الخاص. القطاع الخاص اول طلب بيطلبه من الشخص انه يكون خبره. طب هذا خريج جامعة هلأ خلص جامعة، كيف بده يكون عنده هي الخبرة؟ فأنا بتمنى من الشباب أنه يستغلوا مرحلة الجامعة ما تكون هي دراسة أكاديمية بحت، يكون في عنا تدريب لو بسيط مثلا، يبلشوا ياخذوا هي الخبرة من خلال تدريبهم بالشركات لو ساعتين لو ما نو مأجورة، بس أنهم يكتسبوا الخبرة العملية ليسقطوها على الدراسة الأكاديمية اللي عم ياخذوها. بالإضافة لكورسات التدريب
مو لاني خريجة موارد بشرية، بس هي الموارد البشرية بكل اختصاصاتها، يعني البي ار، الان ال بي، كل الاختصاصات هي بتساعدنا لان احنا ننمي شخصيتنا كشباب. اول شيء تنمية الشخصية لاقدر انا اتعامل مع الشركة، اتعامل مع المكان العمل اللي انا موجود فيه. لو انحطيت بمكان ما نو شهادتي اقدر اتاقلم مع هذا الموضوع، اقدر في يعني زيد خبرتي بالمكان اللي انا انوجدت فيه. حاول حبه، اهم شيء انه انا المكان اللي انوجدت فيه حبه. لما بتحبي بتبدعي باي مجال، يعني بس انقصقت الحب على هذا الشيء اوكي. انا انفرض علي وظيفة حكومية مثلا او وظيفة بشركة خاصة، ما انا قطاعي وما انا دراستي، بس تعبت هيك وانا بحاجة عمل هاي الفترة، خليني احب المكان اللي انا موجوده فيه، احب الشيء اللي انا بدي اشتغله، بلش ابدع فيه، دور على النت عليه، اعمل كورسات قريبه منه، انا احط خبرتي بهذا المجال، شوي شوي بتزيد الخبره. بس انا بطلب من الشركات الخاصه كمان تعطي فرص شوي للشباب، انه ما في شيء اسمه موضوع خبره، انا مركز على موضوع الخبره لانه هو طلب اساسي. وخبره مثلا 3 سنين بالله، خبره 5 سنين، طب خريج الشباب من وين بده يكتسب الخبره اذا اصلا ما نزل على سوق العمل؟ نطلب المناهج ان شاء الله، اذا احنا كثير عم نركز على هذا الموضوع انه ترجع المناهج ينزل فيها شيء عملي وحلقات بحث وتتاخذ عن جد بشكل جدي وتعتبر هي ماده خبره للشاب اللي بده ينزل على سوق العمل، بالاضافه للمعاهد الخاصه اللي عم تدرب كورسات التنميه البشريه وكورسات التدريب العملي، كمان يكون هذا الموضوع عملي بشكل اكثر، ما يكون نظري بحت، لا كانت كورسات الاعلام ولا كان كورسات المحاسبه ولا بالكورسات اللي هي مجرد معهد انا عم اقدم كورس للشخص عم يرجع نفس الشيء عم يطلع من الاكاديميه المعهد. يكون في عنا شيء تدريب عملي لتقدر هي الشهاده تعتمد على اساس انه هي خبره. وكمان نطلب من الشباب انه ما يعتمدوا على الاكاديميه بس الاربع سنين الجامعه، يكون في فتره المسائيه اللي هي تدريب لإلهم، معلش لو ما نو مأجور لو ساعتين، وهي كمان بتفوت بمجال الخبرة. هيك يعني بنقدر احنا شوي نوازن بين شهادتنا ومكان العمل اللي عم نوصله. يعني ريم دايما نحن بنفوت بهالجدلية تبع انه بحاجة الى خبرة ولكن ما في باستطاعته انه يقوم بخبرة. خليني احكي شوي كمان اليوم مثل ما حكيتي عن دور التنمية البشرية بالشخص نفسه، كمان في اليوم علينا مسؤولية نحن تجاه نفسنا. مثل ما قلتي لازم الواحد يعمل دورات قد ما بيقدر. شو الدورات الأساسية اللي أنا ممكن ساويها كمرحلة أولى خلال فترة الجامعة، حتى لو أنا كنت مثل ما قلتي فرع ما مو هو الفرع اللي أنا برغبه بس هذا اللي توفر لي وهي العلامات، شو لازم أعمل حتى أقدر أقدم نفسي لسوق العمل اللي هو متاح لي؟ شو هي الدورات المطلوبة؟ هلا أول شيء نحن خلينا ناخذ الكورسات اللي هي ضمن اختصاصنا، خلينا نحن نتمكن تماماً من الاختصاص اللي نحن فيه. دخلنا تجارة نعمل المحاسبة والإدارة والماركتينج، وطبعاً عندنا كتير مشاكل بين الـ PR والماركتينج وهي تصنيفها يعني ما أنا كتير واضح عنها، ما أنا دقيق. نقدر نتخصص فيها شوي شوي خلال الكورسات. كنا بمجال الإعلام نعمل شيء عملي، يعني كل واحد يأخذ المادة العلمية يتمكن منها، هي بداية. شوي تانية بننتقل للمرحلة الكورسات اللي بعدها، هي كورسات التنمية البشرية اللي هي الاختصاصية لتنمية الذات، اللي انت تبلشي تحبي المكان اللي انت فيه، تحبي العمل اللي انت عم تشتغلي لتقدري تبدعي. وكيفية التعامل مع أصحاب العمل ومع الزملاء والإبداع، يعني هي بالتنمية البشرية معروفة دائما انه تصحيح الهدف والعمل عليه كمان. يمكن تحطي هدف اول شيء، ترسمي الخطه اللي انت بدك تمشي عليها، ثاني شيء تحددي الهدف اللي انت بدك توصلي له، ثلاثه تبلشي تاسسي لهذا الهدف، تكوني يعني اتمنى من الشباب يرسموا له الخطه، ما يكون انه انا اوكي بدي اطلع كذا، لا مو بدي، بعد قد ايه، بعد كم سنه انت لازم تكون بهذا المكان. يرسموا حلمهم بالتوقيت ويبلشوا كل سنه يعملوا هيدي الجدوله تبعهم، انه انا كان لازم انا هذا الخط اللي ماشي لحياتي لازم يكون بهيدي النقطه، انا هي السنه وصلت لها ولا كنت اقل او كنت اكثر، السنه الثانيه رح احسن هي الخطه، يعني يرسموا بالتوقيت لحياتهم بيقدروا يوصلوا له. دائما لما يكون الهدف موجود قدام عيونك بتقدري توصلي له، عكس لما بيكون اوكي انا بدي اوصل لهيدي الموضوع بس امتى وكيف بدي اوصل له، ما بيصير، لازم نرسم اهدافنا بالخطوه وبالتوقيت لنقدر نوصل لها. نعم ريما، يعني هلا عم نشوف انه مجال التنميه البشريه والموارد البشريه
كثير اصبح منتشر واصبح اساسي جدا خاصه بسوريا بهي الفتره، الضياع على الشباب اللي ما عم يقدروا يمكن يختاروا الشيء المناسب او يمكن عم بضيعوا ضمن التفاصيل الحياه الصعبه اللي يمكن عم نعيشها. دائما هو التنميه البشريه عم يعطيهم امل وحافز للاستمرار. خلينا نحكي شوي كتنميه بشريه، كان عندك خيارات مثلا سالوكي الطلاب او اللي حابب يفوت على الحياه العمليه، برايك شو اهم؟ الشهاده الاكاديميه او الخبره؟ برايك شو اهم، اشتغل الشغل اللي متوفر لإلي ولا ابحث عن شيء انا احبه؟ هاي الاسئله الشائعه. صح. او مثلا انا اصطدمت كثير وما عاد بدي اشتغل، وين بدي، شو بدي اعمل؟ يعني هاي حاله الضياع، كيف فيكي انت اليوم تقولي لكل شاب وصبيه مارر بهي المرحله كيف فيكي تقوميهم؟ رح اقول لهم انه اول شيء موضوع اليأس والكآبه، ونحن بفتره مرينا فيهم كلنا. لا ما لازم نمر بهي الفتره لانه اصلا بس الحياه مستمره، اكيد الحياه مستمره بغض النظر عن كل شيء وظروف اللي احنا عم نعيشها، وهذا اكبر دليل انه نحن بعد 8 سنين حرب وصلنا لهون، معناتها الحياه ماشيه وما بتوقف على حدا. اكيد نحن بحاله نفسيه ممكن تزعجنا وما تخلينا نستمر، تاثر على نفسيتنا، بس بالنهايه بدنا نتاقلم مع اي وضع نحن بنمر فيه. كثير من الشباب خسروا جامعاتهم، كثير من الشباب خسروا شغلهم، وخسرنا شغلات اكثر بهذا الحرب، بس بدنا نستمر. اذا بدنا نوقف عن كل مشكله اللي احنا بتواجهنا، معناتها كثير ناس انهارت او طلعت برياده مسار الحياه، يا فاتوا بدوامه ثانيه نفسيه تماما. لا، نحن اول شيء بدنا نتجاوز هي المرحله بمقوله، يعني طبعا باذن الله انه هي الحياه مستمره برغم اي ظروف. بدنا نتجاوزها مع الشباب انه اوكي نحن ما قدرنا نستمر بالمرحله الجامعيه لاي سبب من الاسباب، تغيرت محافظتي، تغير مكان اقامتي، قدرت اسافر، معلش انا ببلش، فيني بلش من الصفر، كل حدا في بلش من الصفر. هي قصه انه انا راح علي ورحلي كثير وخلص وانا انهرت، هذا غلط. نحن كل يوم نحن تجربه جديده، كل يوم قادرين نبلش من اليوم، قد ما كانت خبرتنا متراكمه وقد ما كانوا شهاداتنا. في كثير ناس عندهم 20 و30 شهاده معلقه على الحيط وما نحن مستفيدين منها ابدا. ليه؟ لانه هن قاعدين ما عارفين شو بدهم يعملوا. في ناس بالعكس تماما ما معهم ولا شهاده، وجودهم وشخصيتهم وخبرتهم وحبهم للعمل وصلوا لمراحل كثير متقدمه واخذوا مناصب كثير راقيه بعملهم، مع انه هي الشهاده الاكاديميه ما أنا موجوده. هلا نحن بدنا نوازن بين الشغلتين. نحن عندنا بالبلد الشهاده الاكاديميه مطلوبه اصلا من نحن صغار، الاولاد لازم اهلهم يقولوا لهم انت طالع دكتور وانت محامي وانت مهندس. تماما. فهن نحن دائما نبعد عن الابداع ونبعد عن الاختصاصات وشو بيحب الطفل، ولازم كل اولادنا تطلع دكاتره ومهندسين ومحامين. طبعا عندنا مجالات ثانيه، ممكن هو يطلع موسيقي كثير ماهر وكثير معروف، ممكن يكون لاعب رياضي بمجال معين على مستوى دولي وعالمي. طلعوا على اختصاص هذا الشاب، يعني على هواياته من هو طفل، خلينا ننمي هي الهوايه، لانه مثل ما بنرجع لاول الحديث، اذا شيء بنحبه نحن بنبدع فيه. تماما. مو ضروري كلياتنا نكون اكاديميين، بالنهايه المجتمع متطلب للكل، يعني نحن بحاجه من عامل النظافه مع احترامي له لا اكبر شخصيه بالبلد، ما فينا نستغني عن اي جزء منه، وما فينا نوجه كل الكوادر لجهه معينه. تخيلوا البلد كلياتها اطباء او كلياتها مهندسين، طيب باقي المجالات مين بيشتغلها؟ لازم ننمي محبه الطفل هي، يعني خليه يبدع. اوكي ممكن يكون خياط ما له شهاده اكاديميه، بس اذا بيحب يعمل كورسات ويتدرب ويشتغل على حاله يطلع مصمم كثير مهم. ما نركز على موضوع الاكاديمي، هي واحد. اثنين، خسرنا اكاديميه خلينا نفوت على سوق العمل شوي شوي. اوكي نحطينا بمكان ما له مكاننا، مو الشيء اللي بيناسبنا، بنضل نطبح للشيء اللي بيناسبنا، بس لنوصل له لازم نحن نشتغل عليه، نشتغل على المكان الموجود فيه، بنحبه، بنبدع فيه، ونحن عم نطمح للمكان الثاني اللي لازم نوصل له، بالاراده كل شيء بيصير. بجوز يتغير الوقت وتطول شوي بس بنوصل. بالنهايه لازم نوصل كرمال حالنا بالبدايه، لانه بس نشتغل لنفسنا رح نقدر نساعد الاخرين ونساعد اللي حوالينا. نوصل للمطرح اللي احنا بنحس حالنا فيه انه احنا اوكي موجودين. ماني اس اهم شيء، ما بعقبات الطريق نقول خلص ما عاد نقدر. ما في طريق من دون عقبات بالنهايه. اكيد بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك وعلى كل النصائح اللي قدمتيها اليوم. شكرا يا ريم على هيك شحن الطاقات، خلينا نقول لك ان شاء الله يكونوا كل الشباب والصبايا استفادوا. شكرا لوجودك ان شاء الله، بنتمنى النجاح للكل ونتعاون كلياتنا لنقدر نوصل لمرحله حلوه. اكيد.